السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد، كيكه في بسبوسه كتجي رائعه جدا. بدل ما الواحد يدير كيكه او يدير بسبوسه وحده فيها جوج، كتجي رائعه وخفيفه. كنتمنى انكم تتبعوا معايا الطريقه والمقادير في نفس الوقت. نبداو على بركة الله. هنا عندي 335 غرام ديال السميدة الرقيقة، عندي هنايا 200 غرام ديال السنيدة، عندي نص كاس ديال الكوك، كيبقى اختياري اللي بغى يضيفو يضيفو، اللي ما بغاش ماشي بالضرورة. عندي هنا 240 غرام ديال الزيت النباتية و200 غرام 240 غرام ديال الحليب. بالنسبة للعبارة البنات، الى عندكم هاد الكيسان ديال العصير اولا الموناضة، وعندي هنايا قشره ديال الليمون معلقه كبيره. اللي عنده قشره ديال الليمون يضيفها، اللي ما عندوش يدير غير فاني والملح وجوج معالق ديال الخميره الحمراء. بالنسبه للسميده غندير فيها هاد الخميره الحمراء هي الاولى، وكنخليها حتى كنحتاجها. كناخذ واحد الاناء كنضيف فيه ربعه ديال هاد البيضات، كونوا بحرارة الغرفة، كندير شوية ديال الملحة، صافي كنميلونجي هاد البيض مزيان، كنضيف السنيدة، صافي كنبقى البنات نميلونجي هاد الخليط مزيان، هاد البيض حتى يتبدل شويه اللون ديالو. صافي دابا غنضيف هاد الزيت، وغنزيد نضيف هاد الحليب. الحليب حتى هو البنات يكون بحرارة المطبخ، ما نخدموش به يكون مثلا في الثلاجة. صافي دابا كنضيف هذاك القشور ديال الحامض، الليمون، صافي دابا غادي نضيف هذاك السميده وجوج خميرات حمراء اللي قلت لكم. صافي دابا غنبدا نميلونجي هاد الخليط، غادي نزيد نضيف هاد الكوك. كما قلت لكم البنات، الكوك اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما عندوش ماشي بالضروره انه يديرو. غا هو كيعطي واحد النكهه زوينه الصراحه، هو والقشور ديال الليمون. غادي يبان لكم شويه الخليط جاري، لا راه هو هذاك، راه هذيك السميده غادا تشرب شويه بشويه، غادا تشرب. صافي البنات، انا خديت غير هذا المول، هذا الى عندكم المول الكاري تقدروا ديروا فيه. صافي انا درت الزيت وغندير السميده، صافي البنات هانتوما شفتوا. صافي غادي ندير هذاك البسبوسه ديالي هنايا، هانتوما شفتوا كيفاش كتجي الخليط ديالها كيفاش كيجي. صافي انا رشنت عليها الفران لدرجه الحراره 170، غنديرها الوسط، ما تكونش لتحت وما تكونش لفوقي. بعد ما طيب نرجع لكم البنات. انا من بعد ما حطيت البسبوسه كطيب، غادي نسقيها بهذا السيرو. غادي ندير كاس ديال الماء في واحد الكاسرونه، وغادي ندير نص كاس ديال سنيده، وغندير واحد القطره ديال الحامض اولا معلقه. صافي غادي نحرك هكا قبل ما نديرو فوق البوطه، فدو بهاد السنيده. صافي البنات غنديرها فوق البوطه دابا.
صافي البنات هانتوما شفتوا راه درتو فوق البوطه بدا كيغلي، غنخليه يغلي واحد شويه وغنطفي عليه، وبما وجدت البسبوسه وغنسقيه بها. صافي البنات من بعد ما طابت هانتوما شفتوها كيفاش طايبه. خديت واحد العود ديال الشواء، حاولت اني نشكها باش نتاكد ان راه طايبه كلها. خديت هذاك السيرو اللي انايا حضرت قدامكم وغنسقيها وهي باقا سخونه باش كتعطيها واحد الطراوه زوينه. غنسقيو حتى الجنب البنات باش يوصلها هذاك السقوى. صافي ومن بعد غادي ناخذ الكالكالمينيوم غادي نغطيها وتبقى سخونه، غنخليها ترتاح واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه حتى ترتاح، وداك الساعه غادي نقطعها. هذا هو الشكل النهائي ديالو البنات. انا راه تزوقتها من فوق بالكوك وبالورد، ثم باش ما بغيتو تزوقوها تزوقوها. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ولاول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلو كاع الجديد. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساونيش من البارطاج ومن التعليقات ديالكم، راكم كيحفزوني وكيخلوني نحط لكم الجديد دائما. ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.